الأجانب أحسن. لا هو فادك ولا وفر عليك ولا نفعك. كرة هدف أكسي، هدف جاسم يعقوب. شوف برادة اللي بردها فعل، برد قلوبهم، لكن فيها تسلل واضح والتدخل موجود، وبالتالي احتساب خطأ سيثير جدلا كبيرا في الديربي. قلنا لكم الديربي من أول نص دقيقة بوجود مينديز، القدم اليسرى القوية التي تجيد التنفيذ. قد نقول بعد قليل 1-1. الكرة لمينديز بيلعبها، قلناها 1-1 قبل. لمين مينديز؟ مينديز بيلعبها يا رجل، لو انصف ثلاث ما صدوها. الكرة الماضية لا تصد ولا ترد، وما يوقف أحد. حكمة لو استلمها راح تكون خطرة. ليه ما استلم؟